هناك بدايتين لرؤية المشهد، بداية من واقع الحدث الذي حصل وهو القصف الصاروخي، والنهاية الأخرى إيران، وكلا الواقعين إيران ادعت بالضربة والموقع فعلا ضرب. والرابط الذي يجيب أفضل إجابة حصلنا عليها حتى الآن بين المشهدين هي إجابة المسؤول الإيراني الذي ذكر لرويتر في ذات التقرير أن هذه هي رسالة متعددة الأوجه وليقرأها الجميع كل من جهته، وهي فعلا رسالة متعددة الأوجه. زج إسرائيل بها هو أفضل لنقول مسحة بهارات تمنحها طعما ورائحة، تجعل لإيران مسوغا كافيا وتجعل الجميع يتغاضون عن ذات الضربة، ولكن كل سيمتص الضربة على يعني الهدف الذي أريد منها. أول الأهداف يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية. السيد قاني زار السيد بارزاني وقال له نحن نعتقد تشكيل الحكومة العراقية له علاقة بأمن القوم الإيراني، وأنا أصحح معلومة أن له علاقة بأمن النظام الإيراني وليس الأمن القومي الإيراني. إيران محاطة بالوجود الأمريكي والإسرائيلي معا تقريبا في أكثر من مكان، من أذربيجان إلى تركيا إلى أكثر من مكان إسرائيل موجودة وبعلاقات قوية جدا وثقيلة حول إيران. فالموضوع أولا له الوجود الأمريكي يطوق إيران تماما، فالأمن القومي الإيراني ليس مهدد من قبل أمريكا وإسرائيل فقط من العراق، هذا أولا. ولكن إيران تعتقد أن إظهار اسم إسرائيل حتى أسبق من أمريكا هو أهم مهم جدا لإضفاء الغطاء الإعلامي والسياسي، هذا أولا. فالقضية لها ارتباط بتشكيل الحكومة العراقية، ويعتقدون أن عملية الضغط على الشيعة وعلى السيد مقتدى فشلت تماما، وكلما ضغطوا كلما ازداد التصدع وكلما ازدادت الإصرار وكلما أظهروا بموقف أضعف، وبالتالي ذهبوا إلى شريكين آخرين للسيد المقتدى الصدر هم الكرد والسيد الحلبوسي، وبأكثر من تلويح عسكري وسياسي وإعلامي ودعائي. بالنسبة إلى السيد بارزاني يعتبرون أنه إذا ما تحقق ما حكومة عراقية ائتلافية كردستان سوف تحصل على دفق سياسي ومعنوي كبير وتأثير كبير في داخل العراق، وبالتالي كردستان بيئة مفتوحة وبيئة خصبة، هذا أولا. من ناحية ثانية أن قوة النظام الديمقراطي ستتأسس في هذا المفترق، لمرة الأولى نحن نشهد حكومة تأتي استجابة لرأي الشارع وضغط الشارع، وهذا أول تبلور للشكل الديمقراطي للنظام، وهذا الضغط أقال بحكومة عبد المهدي وتمدد ليغزو البرلمان وأصبح حضوره بشكل واضح في البرلمان. إذن الديمقراطية والنظام الديمقراطي الذي كانت تخشاه إيران نجحه واستيراده إلى الداخل الإيراني بدأ يظهر ملامحه بشكل جيد. يقابل هذا ضعف كبير وتصدع كبير في الشارع العراقي وفي السياسة العراقية وفي تشكيل الحكومة العراقية لإيران ومن يواليها في الداخل العراقي. هذه هزيمة كبرى استرحلت إيران تداركها بأي شكل من الأشكال ولم تستطع، والآن تطورت الأمور إلى هذا المستوى من التحدي، فلم يعد لدى إيران إلا التلويح بالعقوبة أو بحيث أن الصواريخ ضربت ورافقها توبيخ إلى الحكومة العراقية وتحذير صريح وواضح. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني له علاقة بفشل مباحثات فيينا. نعلم أن إيران والعراق سيد مصطفى الكاظم يحاول أن يقرب بين إيران والخليج ويخلق حوار في المنطقة ويغض النظر عن تأثير إيراني في داخل العراق، هذا كله ليس له علاقة لا بإيران ولا الخليج ولا العراق، بل له إرضاء لسياسة الرئيس بايدن التي تريد إقصاء خلافات إيران في داخل المنطقة عن مباحثات فيينا، وبالتالي الأمر كان لخدمة مباحثات فيينا. فما إن فشلت مباحثات فيينا في هذه الرسالة إلى أمريكا أن فشل المباحثات تعني أن لإيران يد أطول ستكون في المنطقة غير محدودة طالما أن المباحثات قد انتهت، وهذا ما تخشاه أمريكا، ويحرج الديمقراطيين داخليا في أمريكا أمام الجمهوريين، لأن الجمهوريين حذروا دوما من ضرورة غل يد إيران على أن تتمدد للمنطقة، وهذا واحد من أهم أسباب وفي العراق خصوصا أهم أسباب إلغاء المعاهدة النووية مع إيران، والتي الجمهوريين لا يريدون أن يقرون بها ولا يريدون إدخالها في ضمن المباحثات. القضية الثالثة والرابعة
مسألة الغاز منذ الأزمة السورية حتى الآن، المنطقة تمر على 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 بركان، يعني الأرض تمر وتحتها بركان هو سببه الغاز والصراع على الغاز، بدءاً من روسيا إلى قطر إلى الخليج إلى الغاز العربي إلى الغاز الإيراني إلى الغاز الروسي. كل هذه الأمور مجتمعة تدخل لتنتهي في هذه التفصيلة، وهو غاز ومباحثات تجارية صرفة ليس لها علاقة لا بالأمن ولا بكذا، ولكنها تجتمع فيها كل هذه الفرصة لإيران لكي تنفذ أو تلوح بمخلبها ونحوها.